السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة ماجدة جبريل، قسم إدارة الأعمال، كلية التجارة، جامعة عين شمس. إن شاء الله هبدأ في شرح مادة اتخاذ القرارات، دبلومة إدارة الأعمال الفرقة الأولى. إحنا كنا وصلنا في المحاضرة إن إحنا شرحنا الفصل الأولاني بعنوان الأسلوب العلمي لاتخاذ القرارات، وشرحنا أيضا الفصل الثاني بعنوان إدارة المعلومات واتخاذ القرارات، وكنا بدأنا الفصل الثالث الخاص بالقرارات الفعالة في إدارة الأزمات. إن شاء الله في المحاضرة دلوقتي هنبدأ من بداية الفصل الثالث، هنشرح جميع النقاط المرتبطة بالفصل الثالث اللي هو بعنوان القرارات الفعالة في إدارة الأزمات. في مقدمة في بداية الفصل الثالث، المقدمة دي بتركز على إن المنظمات اللي بتقدر تتنبأ بالأزمات في الوقت الحاضر وتضع التوقعات لهذه الأزمات هي الأقدر على تجاوز الأزمات بالكفاءة والفعالية المطلوبة، لأن المنظمات في الوقت الحاضر أصبحت أرض خصبة لوقوع أي نوع من الأزمات والكوارث نتيجة الآثار السلبية لأنشطة هذه المنظمات، نتيجة التغيرات الفجائية والسريعة والمتلاحقة وعدم القدرة على سرعة التكيف مع هذه المتغيرات. علشان كده بنقول لزاما على أي منظمة من المنظمات إنها تطور قدراتها وإمكانياتها عشان تقدر تواجه أي نوع من أنواع الأزمات والكوارث اللي هي بتتعرض ليها. النقطة الأولانية في الفصل الثالث بتتكلم على حقائق أساسية عن الأزمات. طبعا أي أزمة بتحدث نتيجة تراكم مجموعة من التأثيرات اللي بتحدث خلل بيؤثر على المقومات الرئيسية بالنسبة للنظام في المنشأة، وبيؤثر أيضا على القواعد والمعايير اللي بتتبع داخل المنشأة، وبيؤدي إلى نوع من الاختلاط ما بين الأسباب والنتائج. عشان كده صانع القرار بيفقد السيطرة على الموقف. في مجموعة من الحقائق بنستعرضها فيما يتعلق بالأزمات. أول حقيقة بتقول حداثة إدارة الأزمات في الفكر الإداري، ودي معناها إن أول ظهور لمفهوم إدارة الأزمات كان في الفكر العسكري وفي الفكر الأمني. ولاحظنا على مستوى العالم ان 80% مما كتب عن إدارة الأزمات في الفكر الإداري صدر بعد عام 1988، وده بيدل على حداثة علم إدارة الأزمات في الفكر الإداري. الحقيقة الثانية بتركز على تجاوز الأزمات للحيز المكاني والزماني، وده معناه ان لو حصلت الأزمة في زمان معين ممكن تتعدى الزمان، ولو حصلت في مكان معين ممكن تنتشر خارج هذا المكان. والدليل على ذلك لو خدنا مثال كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبل اللي هي كانت سنة 1986، ده الحيز المكاني الزماني بتاعها، ووقعت في مدينة أوكرانيا، ده الحيز المكاني. أسفرت هذه الكارثة عن وفاة أكثر من 4000 شخص، وامتدت آثارها إلى خارج الاتحاد السوفيتي وشملت حوالي 12 دولة أخرى. طبعا كان في احتمالات للإصابة بالسرطانات والوفيات خلال 30 سنة التالية على الانفجار، يعني لغاية سنة 2016، وده بيرتبط بالعنصر الخاص بالحيز الزماني إن ممكن الكارثة تتعدى الزمان. الحقيقة الثالثة عن الأزمات اللي هي تعدد وفداحة الخسائر. طبعا الخسائر المترتبة على الأزمات والكوارث ما بتقتصرش فقط على الخسائر المادية أو الخسائر البشرية، إنما بتتعلق أيضا بالخسائر المعنوية وهي أكثر شدة من الخسائر البشرية والمادية. وفي مثال على غرق العبارة سلام 98 في البحر الأحمر، فطبعا الناس اللي نجوا من هذه العبارة ما زالوا يعانوا من بعض الأمراض النفسية حتى الوقت الحاضر. الحقيقة الرابعة بتقول الأزمات جزء من نسيج الحياة المعاصرة، لأن الأزمات في الوقت الحاضر أصبحت جزء لا يتجزأ من نسيج الحياة اللي احنا بنعيشها، ووقوع الأزمات أصبح حقيقة واقعة في جميع أرجاء العالم. الحقيقة الخامسة بتقول قصور وضعف إدارة الأزمات بالمنظمات، وده بيرجع لمجموعة من العوامل
زي سيادة ثقافة تنظيمية معوقة داخل المنظمات، وغياب نظم الإنذار المبكر في بعض المنظمات، أيضا عدم تكامل خطط مواجهة الأزمات. بالإضافة إلى غياب خطط استعادة النشاط، وأيضا عدم تعلم المنظمات من أزماتها السابقة. الحقيقة رقم 6 بتقول ندرة مراكز الأزمات في مجال الأعمال. فعدد مراكز الأزمات اللي موجود في مجال الأعمال عدده بسيط، عشان نقدر نقول إن في افتقار في مجال الأعمال للمراكز الرسمية أو البحثية اللي بتتولى رصد وتحليل الأزمات والكوارث. لو انتقلنا للنقطة ثانيا اللي هي تعريف الأزمة، فطبعا الأزمة بصفة عامة وظاهرة الأزمة بترتبط بالإحساس بالخطر، بترتبط بالتوتر. في أهمية عنصر الوقت عشان أقدر إن أنا أتخذ قرار سريع وفعال عشان أقدر أوصل للإجراءات اللي بتستوجب عملية المواجهة. فالأزمة موقف بيحتاج لبذل الجهد عشان أقدر إن أنا أتعرف على متغيراته وأفسر ظواهره وأحاول إن أنا أسيطر على أحداثه وأتجنب مخاطره. طبعا مفيش تعريف موحد بالنسبة للأزمة، تعددت التعريفات. فمن ضمن التعريفات إن الأزمة بتمثل حالة تمزق تؤثر على النظام، الأزمة نقطة تحول من أوضاع غير مستقرة. بعض الكتاب قالوا إن الأزمة إنها مواقف مركبة بتواجه المنظمات أو النظام كله وتتحدى الافتراضات الأساسية المتعارف عليها، وبتتطلب من الأزمات إنها في ظل وقوع الأزمة المنظمة لازم تتصرف وتتخذ قرارات عاجلة. والبعض الآخر عرف الأزمة على إنها خلل بيؤثر ماديا على النظام كله وبيهدد الافتراضات الرئيسية اللي بيقوم عليها النظام. وأيضا في تعريف آخر بيقول إن الأزمة موقف بينتج عن تغيرات بيئية مولدة للأزمات وبيخرجنا عن إطار العمل المعتاد، بيتضمن قدر من الخطورة والتهديد وضيق الوقت والمفاجأة. بالإضافة إنه بيتطلب استخدام أساليب إدارية مبتكرة وسرعة ودقة في رد الفعل، وبيفرز آثار مستقبلية تحمل في طياتها فرص للتحسين والتعلم. لو انتقلنا الى النقطة ثالثا اللي هي بتتكلم على الخصائص الاساسية للازمات، فطبعا في مجموعة من السمات والخصائص اللي بتميز الازمة، منها انها الازمة بتمثل مفاجأة عنيفة عند انفجارها، بتمثل نقطة تحول اساسية، بينقص فيها التحكم في الاحداث، بتسود فيها ظروف عدم التأكد ونقص المعلومات، في غموض وعدم وضوح للرؤية، في ضغط للوقت والحاجة لاتخاذ قرارات سريعة وفعالة وصائبة، في تهديد شديد للمصالح والأهداف والافتراضات اللي بيقوم عليها النظام. ممكن الأزمة تؤدي لانهيار سمعة المنظمة وسمعة متخذ القرار. ممكن المنظمة بتفقد رسالتها ومصداقيتها تجاه المجتمع. في تأثير نتيجة القلق والاضطراب بالنسبة لحياة الأفراد. الأزمة طبعا بتتسبب في وقوع خسائر مادية وبشرية ونفسية، وبتدخل المنظمة في دائرة من المجاهيل المستقبلية والعلاقات المعقدة. دي مجموعة الخصائص المرتبطة بالأزمة. في شكل كمان بيوضح لنا مثلث الأزمة. المثلث ليه ثلاث رؤوس، فاستخرج من خصائص الأزمة أهم ثلاث خصائص اللي هم بيمثلوا الأبعاد الأساسية للأزمة أو مثلث الأزمة. أول حاجة اللي هي المفاجأة في توقيت الحدوث. البعد الثاني التهديد الشديد للمصالح والأهداف والافتراضات اللي بيقوم عليها النظام، والبعد الثالث هو جي الوقت. النقطة رقم 4 بتركز على الفرق ما بين الأزمة وبعض المصطلحات الأخرى. فحدث خلط بين مفهوم الأزمة وبعض المصطلحات الأخرى زي المشكلة والتهديد والواقع والحادث والصراع والكارثة. فبنبتدي نفرق ما بين هذه المصطلحات. لو بدأنا بمصطلح المشكلة، فممكن نقول إن المشكلة دي عبارة عن سؤال بيحتاج لإجابة، بيحتاج إلى اتخاذ القرار. المشكلة بتمثل مرحلة من مراحل مواجهة الأزمة اللي هي عملية اتخاذ القرار. ونقدر نقول عن المشكلة إنها انحراف دار عن نمط لا يحمل في طياته خطر، بتتوافر عنه معلومات دقيقة لإدراكه وتفهمه،
ووقت كافي لمعالجته وخبرات مناسبة عشان أقدر إن أنا أتعامل معاه، ومحتاجة طبعا موارد مادية عشان أقدر أفي بمواجهة هذا الخطر. المشكلة بتحتاج لمنهج تقليدي عشان أقدر أعالجها، لكن الأزمة ما بتخضعش للمنهج التقليدي، محتاجة لتطبيق منهج إدارة الأزمات. ونقدر نقول إن الأزمة بتعبر عن فشل إداري معين أو عدم خبرة أو حداثة المعرفة، وتنجم عن أخطاء لا يمكن التهاون مع المتسبب فيها. في شكل بيوضح لنا الفرق ما بين المشكلة والأزمة، فالمشكلة أو الأزمة هي عبارة عن انحراف ضار عن نمط. عشان نقدر نحدد هل هذا الانحراف يمثل مشكلة أو أزمة، فبنسأل مجموعة من الأسئلة. السؤال الأولاني بيقول: هل الانحراف يمثل خطر جسيم؟ والله لو قلنا نعم يبقى احنا متجهين إلى الأزمة، لو قلنا لا يبقى احنا متجهين إلى المشكلة. السؤال الثاني: هل تتوافر عن هذا الانحراف معلومات كافية؟ فبرضو لو قلنا نعم يبقى احنا متجهين إلى المشكلة، لو قلنا لا يبقى احنا متجهين إلى الأزمة. هل الوقت متاح للتصرف؟ لو قلنا نعم يبقى متجهين للمشكلة، لو قلنا لا يبقى متجهين للأزمة. هل لدينا خبرات مناسبة للتدخل؟ لو قلنا نعم يبقى متجهين للمشكلة، لو قلنا لا متجهين للأزمة. هل لدينا موارد مادية كافية؟ لو قلنا نعم يبقى متجهين للمشكلة، ولو قلنا لا يبقى متجهين للأزمة. يبقى هنا على حسب الإجابة على هذه الأسئلة بنعم أو لا، يبقى هنتجه إلى المشكلة أو نتجه إلى الأزمة. فلو كانت إجابتنا الإجابة الأولانية على السؤال الأولاني لا، وبقيت الإجابة بنعم، يبقى هنا إحنا عندنا مشكلة لابد إن إحنا نحلها من خلال منهج تحليل المشكلات. ومنهج تحليل المشكلات بيركز على تعريف وتحديد المشكلة وجمع البيانات وتحليلها والمعلومات أيضا، وطرح الحلول البديلة، وتحديد معايير المفاضلة ما بين البدائل، واختيار الحل وتنفيذه ومتابعة الحل. أما إذا كانت إجابتنا على الأسئلة أول سؤال نعم وبقية الإجابات بلا، يبقى معنى كده إن احنا عندنا أزمة بتخرجنا عن إطار العمل المعتاد. يبقى محتاجين منهج إدارة الأزمات اللي ليه مجموعة من المراحل بتتمثل في اكتشاف إشارات الإنذار المبكر، ثم اتخاذ الإجراءات الوقائية سواء بالتجنب أو الاستعداد، ولو وقعت الأزمة ببتدي أحتوي الأضرار وحد من الخسائر، وبعدين بستعيد النشاط وما ننساش مرحلة التعلم. المصطلح الثاني هو التهديد. فالتهديد بيعبر عن إشارة أو إشارة إنذار للأخطار المحتمل حدوثها في المستقبل. ونقدر نقول إن التهديد بيمثل مواقف أو تغيرات في البيئة الخارجية المنظمة بتمثل خطر قائم أو محتمل على المركز التنافسي للمنظمة، أو بتقلل قدرتها على تحقيق رؤيتها. المصطلح اللي بعد كده هو الواقعة. فالواقعة حدث انتهى أثره ولم يترتب عليه أي خسائر لأنه تم تداركه وعلاجه. المصطلح رقم 4 هو الحادث، وده معناه خلل في مكون أو نظام لم يتم تداركه، فأثر تأثير سلبي على النظام كله أو على جزء من النظام. بعد كده المصطلح رقم 5 عندنا الصراع. فهو تفاعل سلبي بين المجموعة من الأفراد أو الإدارات أو المنظمات أو الجماعات أو الدول اللي هي بتكون غير متفقة في وجهات النظر أو القيم أو الأهداف، زي الصراع العربي الإسرائيلي. المصطلح بعد كده رقم 6 هو الكارثة. فالكارثة بتمثل حادث مأساوي مفجع بيحدث فجأة، إما نتيجة عوامل طبيعية زي الفيضانات والأعاصير والبراكين والزلازل، أو نتيجة عوامل بشرية مثل الحوادث الضخمة أو الحرائق. الكارثة بتسبب دمار شديد جدا، لا تحمل أي نوع من الجوانب الإيجابية أو أي فرص يمكن اقتناصها، وهي بتهدد استمرارية المجتمع، بتهدد بقاء المنظمات، بتسبب خسائر فادحة في الأرواح والأموال والنواحي المعنوية. والكارثة أيضا بتسبب مفاجأة عنيفة عند انفجارها، وبتؤدي إلى تعقد وتشابك وتداخل الأحداث. وأثناء الكارثة بيحدث نوع من الخوف أو الرعب من المجهول، بالإضافة لنقص المعلومات وعدم وضوح الرؤية، وممكن في النهاية بتؤدي إلى انهيار الكيان المرتبط بالكارثة.
الكارثة محتاجة لجهد الدولة أو جهود إقليمية أو دولية وفقا لحجم الكارثة ومدى الخسائر اللي بتنجم عنها. لو شفنا حضراتكم أنواع الكوارث فممكن بنقسم الكوارث إلى مجموعة من الأنواع. النوع الأول هو الكوارث الطبيعية، والنوع الثاني هو الكوارث البشرية. لو بدأنا بالكوارث الطبيعية ممكن بنقسمها لكوارث بيولوجية زي الكوارث الناتجة عن الآفات والحشرات والأوبئة الخاصة بالإنسان والحيوان. النوع الثاني فيه كوارث مناخية وكوارث أرضية زي الأعاصير والعواصف والسيول والفيضانات والجفاف والتصحر والزلازل والبراكين والانهيارات وتآكل طبقة الأوزون. والنوع الثالث كوارث كونية اللي هي زي سقوط الشهب والإشعاع الكوني. النوع الثاني من الكوارث اللي هي كوارث بشرية، ودي ممكن أقسمها لكوارث إرادية أو كوارث غير إرادية. الإرادية نتيجة قلة الكفاءة والصيانة في البنية الأساسية والمرافق والخدمات والمواصلات والإنشاءات وأيضا مواقع الإنتاج ومراكز الصيانة والمناجم والآبار والبترول، وبينتج عنها دمار شامل وممكن ينتج عنها تطرف إرهاب في بعض الأحيان. في كوارث إرادية نتيجة السلوك الاجتماعي اللي بيؤدي لتفاقم مشاكل البيئة والتلوث البيئي. وطبعا بالإضافة لكده في الكوارث البشرية غير الإرادية اللي بتكون نتيجة تدهور البيئة وارتفاع المياه الجوفية مما يؤدي لحدوث أنواع من الحوادث تؤدي إلى انهيار الدور أو انهيار الخزانات أو التلوث البيئي أو البيولوجي أو الإشعاعي أو الحراري. في جدول بيفرق لنا ما بين مفهوم الأزمة والكارثة وبعض المفاهيم الأخرى، وإحنا أشرت في بداية إلى هذه المفاهيم. فمثلا قلنا الأزمة دي موقف بيحدث خلل بيؤثر تأثير مادي على سير العمليات الحيوية أو سلوك الأعمال. وطبعا الأزمة هنا ممكن تكون في بعض الأحيان أحد أسباب الكارثة. الكارثة زي ما قلنا إنها حالة مدمرة بينتج عنها خسائر فادحة في الأرباح والممتلكات، وممكن أيضا تكون أحد أسباب الأزمة. الحادث ده شيء مفاجئ غير متوقع بيتم بشكل سريع وبينقضي أثره فور وقوعه، وده ممكن يكون بيمثل الأزمة أو أحد نتائجها. في مصطلح آخر بنسميه القوة القاهرة، وده معناه إنه ظرف بيصعب التنبؤ بيه أو التحكم فيه واللي بيتحول دون قيام شخص معين بعمل متفق عليه مع شخص آخر. وده بيشترك مع مفهوم الأزمة من حيث أن كلاهما بيخرج عن سيطرة متخذ القرار، لكن القوة القاهرة ما بتعبرش عن نفس واقع الأزمة. المصطلح بعد كده هو المشكلة، والمشكلة ممكن نقول عليها أنها حالة غير مرغوب فيها زي سؤال محتاج لإجابة أو اتخاذ قرار، وبرضو المشكلة ممكن تكون سبب للأزمة. في الصراع، والصراع معناه تصادم إرادتين وتعارض مصالحهما وليه أبعاده واتجاهاته وأطرافه وأهدافه. والصراع طبعا بيستمر عكس الأزمة، ممكن تنتهي بعد فترة زمنية معينة. الخلاف هو المعارضة أو عدم التطابق سواء في الشكل أو الظرف أو المضمون، وممكن الخلاف يعتبر أحد مظاهر الأزمة. الصدمة شعور فجائي حاد نتيجة تحقق حدث ما، والتعامل معاها بيكون بأسلوب الامتصاص للتغلب على عنصر المفاجأة. والصدمة ممكن تكون أحد عوارض الأزمة أو أحد مسبباتها أو أحد نتائجها. التهديد زي ما قلنا قبل كده علامة أو إنذار للمتاعب أو الخطر الممكن حدوثه، وهو بيمثل مرحلة الإنذار قبل حدوث الأزمة. الواقع ده خلل في مكون أو نظام فرعي تم تداركه لكن ما بينتجش عنه أي خسائر أو نتائج سلبية، والواقع ما بتعبرش عن الأزمة. بننتقل للنقطة خامسا اللي هي بتتكلم على ضحايا الأزمات. فطبعا زي ما احنا شايفين الأزمات في الوقت الحاضر أصبحت جزء لا يتجزأ من نسيج الحياة المعاصرة، وأصبح وقوعها حقيقة من حقائق الحياة اليومية. ونقدر نصنف ضحايا الأزمات إلى أربع مجموعات. المجموعة الأولى بنطلق عليها مشغلو النظام،
والمجموعة دي بتضم المشغلين الفعليين والمشرفين وأفراد الصيانة والفنيين وعملاء وعمال الخدمات. لكن في حالة حدوث أزمة بالنسبة للنظام، ممكن بينسبوا الحادث الصناعي إلى خطأ شخصي من قبل العامل، وده بيعني ضمنا توجيه اللوم إلى الضحية. المجموعة التانية من ضحايا الأزمات هم مستخدمو النظام. المجموعة دي ما بتأثرش بشكل مباشر على النظام، لكن بتبقى مرتبطة بيه، وهم ليهم الخيار أو الاختيار في استخدام النظام من عدمه. يعني عندما يقرر ركاب الطائرة السفر جوا، فدول بيشتركوا في تحمل المخاطر الناتجة عن ذلك بإرادتهم. المجموعة التالتة من ضحايا الأزمات هم العابرون الأبرياء. المجموعة دي ليس لها ارتباط بالنظام، لكن بتتأثر بالنظام في حالة فشله، زي مثلا سقوط طائرة على مباني سكنية أو دخول سيارة مسرعة على رصيف مملوء بالمر. المجموعة الرابعة من ضحايا الأزمات هي الأجنة والأجيال القادمة، ودول بيمثلوا ضحايا الإشعاع والمواد الكيماوية السامة، وهم غالبا من الأطفال اللي أنجبوا أثناء الكارثة أو بعد الكارثة، وإما بيولدوا ميتين أو مفارقين للحياة أو مشوهين. بننتقل للنقطة سادسا، وبتتكلم على تعريف إدارة الأزمات. بنقول إن إدارة الأزمات أساسا بترتكز على تخفيض الآثار السلبية اللي بتبقى مرتبطة بالأزمة، وتحديد مصادر المخاطر والتهديدات، وإزالة مسبباتها، وتقليل الخسائر البشرية والمادية والمعنوية الناتجة عنها. وده طبعا بيتطلب ان احنا نستخدم نظم انذار مبكر على درجة عالية من الحساسية، عشان تقدر تلتقط اشارات الانذار الحقيقية، ونقدر نضع الخطط المسبقة عشان نستعد ونعمل نوع من الوقاية بالنسبة للازمات المحتملة. في مجموعة من التعريفات بالنسبة لادارة الازمات. احد التعريفات بيركز على ان ادارة الازمات هي كافة الوسائل والاجراءات والانشطة اللي بننفذها المنظمة بصفة مستمرة في مراحل ما قبل الأزمة وأثناءها وبعد وقوعها، وبتهدف إلى منع وقوع الأزمة، مواجهة الأزمة بالكفاءة والفعالية، تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، تخفيض الآثار السلبية، إزالة الآثار السلبية بالنسبة للعاملين أو بالنسبة للجمهور، وتحليل الأزمة والاستفادة منها في منع وقوع الأزمات المشابهة. في تعريف تاني لإدارة الأزمات بيقول إن إدارة الأزمات هي عبارة عن العملية الإدارية المستمرة اللي بتهتم بالتنبؤ بالأزمات المحتملة عن طريق الاستشعار ورصد المتغيرات البيئية، سواء الداخلية أو الخارجية، المولدة للأزمات، وتعبئة الموارد والإمكانيات المتاحة عشان أقدر أمنع أو أعمل إعداد للتفاعل مع الأزمات بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية، وده بيحقق لي أكبر قدر ممكن من تقليل الضرر بالنسبة للمنظمة، وإعادة الأوضاع الطبيعية في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وأقدر أيضا أستخلص النتائج عشان أمنع حدوثها مرة تانية أو أحسن طرق التعامل معها مستقبلا. يعني معنى كده أن إدارة الأزمات نقدر نقول من خلال هذه التعريفات بتتمثل في قدرة المنظمة أنها تدرك المخاطر والتهديدات الحالية والمحتملة، وتعمل على تجنبها أو تقليل أثرها السلبية عشان تعيد التوازن للنظام في أقل وقت ممكن، ونقدر نحسن طرق التعامل مع الأزمة مستقبلا. لو انتقلنا للنقطة سابعا، أهداف إدارة الأزمات. بنعدد أهداف إدارة الأزمات في مجموعة من الأهداف، مثل وضع قائمة بالتهديدات والمخاطر المحتملة، ووضع أولويات لها حسب أهميتها، تجنب المفاجأة المصاحبة لحدوث مخاطر أو أزمات عن طريق المتابعة المستمرة، وضع خطط الطوارئ ونظم الإنذار المبكر والإجراءات الوقائية اللازمة لمحاولة منع حدوث الأزمات، وتحديد خطة الاتصالات مع الأطراف المعنية، حسن استغلال الوقت المتاح للمواجهة عن طريق تقليل الوقت اللازم لاتخاذ القرار الخاص بالمنع، محاولة القضاء على قدر كبير من التخبط والعشوائية وانفعال اللحظة اللي بتصاحب الأزمة، الاستغلال الكفء للموارد المتاحة وضمان سرعة توجيهها للتعامل مع الأزمة، القدرة على التعامل مع الأزمة بأسلوب المبادرة وليس برد الفعل، حسن معاملة الضحايا وعائلاتهم، استخلاص الدروس المستفادة من الأزمات السابقة، واقتناص الفرص التي قد تطرحها الأزمة. كل دي مجموعة من الأهداف بالنسبة لإدارة
لو شفنا النقطة ثامنا اللي هي بتركز على دورة حياة الأزمة، فالأزمة بصفة عامة بتمر بخمس مراحل بتمثل دورة حياتها. المرحلة الأولى بنسميها ميلاد الأزمة، المرحلة الثانية نمو الأزمة، الثالثة نضج الأزمة، الرابعة انحسار الأزمة، والخامسة اختفاء الأزمة. في شكل بيوضح لنا هذه المراحل الخمسة. فالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة الميلاد، اللي هي ميلاد الأزمة، دي بتمثل الاحتكاك اللي بيشعر به الناس، ونتيجة هذا الاحتكاك في نوع من القلق إن في شيء مجهول ممكن يظهر في المستقبل القريب أو البعيد. نمو الأزمة، طبعا الاحتكاك ده بيستمر نتيجة الآثار السلبية فبيتضخم. نضج الأزمة، بيحصل في حالة من التصادم في حالة عدم مواجهة الأزمة سواء في مرحلة الميلاد أو النمو، وطبعا في مرحلة النضج النتائج بتبقى مدمرة ممكن تسبب انهيار للكيان. بعد ما بتنضج الأزمة وتنفجر بتبتدي تنحسر بعد كده. في المرحلة الرابعة هي انحسار الأزمة، وبتمثل تدهور الأزمة بعد ما بتحقق أهداف. وآخر مرحلة هي اختفاء الأزمة. فالمرحلة الخامسة إما تكون دافع للكيان عشان يستعيد فعاليته ونشاطه مرة تانية، أو تكون الأزمة تمكنت من الكيان ودمرته واختفى هذا الكيان. بننتقل للنقطة تاسعا اللي هي بعنوان الأزمة نقمة ونعمة في نفس الوقت. فبنقول إن الأزمة نقمة لمجموعة من الأسباب. من ضمن الأسباب إن العاملين والإدارة العليا بيتعرضوا للتوتر العصبي الشديد والعجز عن اتخاذ القرارات المناسبة، في تشويه لسمعة ومكانة الكيان الإداري، ممكن تسفر عن تصفية قيادات قد تكون غير مسؤولة عن الأزمة، بتعوق المنظمة والعاملين عن تحقيق أهدافهم، بتعرض المنظمة لخسائر مادية وبشرية ومعنوية فادحة، ممكن الأزمة تولد أزمات فرعية، ممكن تسبب للإدارة العليا انعدام للرؤية، بتعرض المنظمة لخطر الانهيار، ممكن تتسبب في حالة من الكراهية ما بين العاملين. عشان كده بنقول إن الأزمة نقمة. وفي نفس الوقت في مجموعة من الأسباب عشان نقدر نقول إن الأزمة نعمة. من هذه الأسباب إن الأزمة بتكشف عن جوانب الكسور والضعف في الكيان الإداري بتركز عليها وتعالجها. الأزمة بتؤدي لتطوير وتحسين نظم الإنذار المبكر. بترفع الروح المعنوية للعاملين نتيجة التغلب على التحديات اللي بتفرضها الأزمة. بتكشف أيضا عن نماذج قيادية مشرفة بتكون ظهرت أثناء الأزمة. بتؤدي إلى إسراع بعمليات التغيير والتطوير بالمنظمة. تؤدي في بعض الأحيان لتحقيق ميزات تنافسية جديدة. بتعطي الفرصة للابتكار والإبداع وتحديث الاستراتيجيات. بتؤدي لتوفير الوقت والجهد والمال في التعامل مع الأزمة. النقطة عاشرا بيكلمنا على أسباب وقوع الأزمات. فعندنا مجموعة من الأسباب لوقوع الأزمات زي سوء الفهم، سوء الإدراك، سوء التقدير والتقييم للموقف، الإدارة العشوائية، الرغبة في الابتزاز، تعارض الأهداف، تعارض المصالح، اليأس والإحباط، الشائعات المغرضة، استعراض القوة، الأخطاء البشرية، الأزمات المتعمدة المخططة. كل دي مجموعة مختلفة من الأسباب تؤدي إلى وقوع الأزمات. ففي توضيح بسيط كده لهذه الأسباب: سوء الفهم نتيجة نقص أو تعارض المعلومات، سوء الإدراك نتيجة خطأ أو تضارب المعلومات، سوء تقدير الموقف نتيجة المغالاة في الثقة بالنفس أو الإقلال من قدرات الآخرين، الإدارة العشوائية بتعالج ظواهر المشكلات ولا تهتم بجذور المشكلة، الرغبة في الابتساس بيحدث نتيجة الخطأ اللي ممكن يكون مقصود أو غير مقصود، متعمد أو غير متعمد، اليأس أو الإحباط مسبب رئيسي للعديد من الأزمات، بيؤدي للاعتصامات والإضرابات العمالية أو نتيجة غلاء المعيشة وانخفاض الأجور وما إلى ذلك. الإشاعات المغرضة اللي بتحدث في كثير من الأحيان اللي بتؤدي إلى انفجار الأزمة وعدم السيطرة عليها، واستعراض القوة نتيجة التأثير على مسرح الأحداث دون حساب للعواقب، الأخطاء البشرية اللي بتحدث ممكن تؤدي للعديد من الانفجارات والحوادث الجسيمة، وفي أزمات متعمدة مخططة ممكن تستغلها بعض المنافسات
من بعض المنظمات عشان تؤثر على عناصر الضعف اللي موجودة في منظمات أخرى وتحدث أزمة في أنظمتها الداخلية أو في منتجاتها، بالإضافة لتعارض الأهداف وتعارض المصالح برضو بيكونوا من ضمن أسباب وقوع الأزمات. النقطة 11 بتتكلم على المنظمات المستهدفة والمنظمات المستعدة لمواجهة الأزمات. فعندنا في مجتمعنا ممكن نلاقي نوعين من المنظمات: المنظمات المستهدفة للأزمات، وهي منظمات بتحمل بداخلها مجموعة من العوامل اللي بتؤدي لزيادة احتمال تعرضها للأزمات، بالإضافة لعدم قدرتها على التكيف مع المتغيرات البيئية. المنظمات المستهدفة ما بتطبقش منهج لإدارة الأزمات، ما بتعملش أي استعدادات عشان تقدر تواجه الأزمة، بتكتفي فقط برد الفعل بصورة عشوائية، يعني بتنتظر لحين وقوع الأزمة وبعد كده بتشوف إزاي تقدر تواجهها. وده طبعا بيرجع إلى افتقاد القيادة الجيدة في هذه المنظمات، بالإضافة لضعف الهيكل التنظيمي، عن عدم توافر المعلومات اللازمة. في نوع تاني من المنظمات اللي هي المنظمات المستعدة لمواجهة الأزمات، ودي منظمات بتقوم بممارسة كل الأنشطة اللي بيمكن من خلالها زيادة قدرتها على مواجهة الأزمة والحد من الأضرار والخسائر، بتواصل التعلم وبتهتم بتوفير معايير الأمان. طب هل المنظمات المستهدفة قدرها المحتوم إنها تظل مستهدفة ولا ممكن تتحول إلى منظمات مستعدة؟ ممكن تتحول إلى منظمات مستعدة لو قدرنا نغير الثقافة التنظيمية السلبية الموجودة في هذه المنظمات، نقدم دعم لإدارة الأزمات، يبقى عندها وضوح تام لخطوط السلطة والمسؤولية، يبقى عندها نظام جيد للاتصالات الداخلية والخارجية، يبقى عندها نوع من التحليل والتقييم للأزمات السابقة، وتحسن أسلوب الإعداد والمواجهة للأزمات المحتملة. في مجموعة من الخصائص بالنسبة للمنظمات المستهدفة والمنظمات المستعدة للأزمات. لو شفنا المنظمات المستهدفة للأزمات، من ضمن خصائصها إن بيصدها ثقافة تنظيمية غير واعية ومعوقة، بتتبع مناهج تقليدية في التخطيط، هدفها البقاء، ما بتدركش مفهوم إدارة الجودة الشاملة، بتطبق أسلوب الإدارة بالأزمات، ما بتتحركش إلا بعد وقوع الأزمة، بتلقي باللوم على القدر أو الغير أو الحظ السيء، أزماتها السابقة بالنسبة لها بتعتبر خبرات مؤلمة لا يجب تذكرها، بتحجب إشارات الإنذار المبكر، بتعاقب المنذرين وحاملي الأخبار السيئة، بتخفي المشكلات والعيوب، بتسرف في استخدام التبريرات المغلوطة. أما المنظمات المستعدة للأزمات فمن ضمن خصائصها إن بيسودها ثقافة تنظيمية واعية ومساندة، بتتبع منهج التخطيط الاستراتيجي وبتنفذ الاستراتيجية، هدفها النمو، بتعتبر إدارة الجودة الشاملة منهج أساسي للتحسين المستمر، بتطبق أسلوب إدارة الأزمات، عندها محفظة أزمات ونظم إنذار مبكر وإجراءات منع ووقاية، عندها فرق مدربة لإدارة الأزمات، بتتحمل كامل المسؤولية بأبعادها الوظيفية والأخلاقية تجاه جميع الأطراف، أزماتها السابقة بتخضع للتحليل والدراسة عشان تستخرج الدروس المستفادة، بتشجع اكتشاف إشارات الإنذار المبكر، بتكافئ المنذرين ومكتشفي الأخطاء نذير ولائهم، بتفصح عن المشكلات وتتصدى لها، وبترفض أي تبريرات أو أعذار. بكده يبقى انتهينا من شرح الفصل الثالث من مقررنا الخاص بدبلومة إدارة أعمال الفرقة الأولى مادة اتخاذ القرارات. طبعا في مجموعة من الأسئلة في نهاية الفصل، من ضمن الأسئلة ان انت بتحدد العبارات الصحيحة والعبارات الخاطئة مع ذكر السبب من خلال مذاكرتك للفصل التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.